السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. في الشوط الثاني ودون مقدمات تمكن المهاجم سومانا من افتتاح باب التسجيل بعد خطأ في دفاع المصرية وهدف لبيب. المصرية بعدها رمت بكل ثقلها في الهجوم. عليها بوجوار الحق عليها اعاد الكره الراسيه سومانا والهدف الاول سومانا في المتابعه وهدف من سومانا النيجيري يوقع الهدف في الدقيقه 23 بعد عرضيه من اللاعب عبد السلام بوجوار والمتابعه الجيده في محور دفاع الاهلي برج بوعريج يتمكن من التمريره الذكيه كانت من بوغاش ناحيه اللاعب بوجوار بالحق عليها بوجوار قبل خروجها اعادها سومانا دون مراقبه دون مدافع Le cuir assez oud, le temps d'une passe, ici peut-être l'égalisation, avait en deux temps signé le Nigérien, dont on attendait d'ailleurs beaucoup. C'est logique, cette égalisation. Ils étaient totalement absents durant ces... Zhebel Houssam yertekibu khata'an fadihan amam al-badil Heinikoy. Had al-akhir lam yudhiya al-fursa al-hadiya wa yuwaqa mubasharatan. هدف السبق لصالح ابناء العقيبة أمام فرحة عارمة لجمهور شباب بالوزداد. ركلة انبار لها سومانا ووضعها في شباك الحارس بوستر. عن طريق بن مرزوق وسومانا. لينتهي اللقاء بفوز ثمين لنجم مقرة رفع. يحدد النتيجة النهائية الكرة دي سومانا داخل من تحت العملية سومانا على مرتين والحارس سولو لولو لولو المتحزم بصعوبة. تسديدة قوية من سومانا والحارس متحزم بصعوبة. نشاهد التمريرة كانت ممتازة من le CRB contre l'US Biskra. Lanterne rouge, attention, il n'y a pas de hors-jeu. Soumana qui file vers Bilkerouche. Soumana qui fait le dribble de trop. Il cherche son coéquipier. Selmi qui rate la reprise. Et probablement, c'est la meilleure occasion de ce premier quart d'heure. Soumana qui s'appuie sur Benkouider. Et heureusement pour la défense du CLC, il y a le retour de Gamroud. Gamroud qui sauve pratiquement son équipe, on le voit. Benkouider qui a mis un bon. المضيف كان في المكان المناسب. نجم مقرى رد بتسديدة سومانا
faute, non. On laisse jouer devant Soumana. Soumana avec Bousliou. Bousliou qui rentre dans les 18 mètres. Attention, Bousliou du pied droit. Le ballon est dévié. Le gardien. Abtamas. جواب لسومانا. سومانا دخل تحت العمليات محاولة المباغتة ولكن كرة جانبية. جانبية تصطدم بالشبكة الجانبية. سومانا يغير تماما. Les quarts de finale, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous jouons eh bien, ce match des huitièmes de finale avec Soumana. Attention, le joueur du CRB Luis. Borhla Fekas, Soumana qui écarte Mood. Mood, Soumana, Moumtaz Soumana dans le Mouraouaga, il mord Soumana, Rafiq Otrib le Kora, il est Bougash, Bougash Rahim. شوارب كرته هذه المرة طويلة لسومانا. سومانا يحافظ على كرته ما ضيعهاش. جاب لنا قفزة يحتفل في خزان الفريق ويدوم للتاريخ وان لم يتوج كذلك. هذا سومانا يعود إلى الخلف. بوحلفاية بصعوبة ارتكب الخطأ. بوحلفاية وصد كرة قوية من خارج منطقة العمليات. سومانا ناحية رفيقه. طويلة في وسط الميدان وبرنو يتفوق. سومانا يراقب. علي حمود يوصل كرته لسومانا. سومانا وبوغاش. هو وسائل للدفاع. ينطلق سومانا من الفيفا للجزائر راح تقابل من خلال زيمبابوي. هجوم سومانا حارس المرمى يتقدم بنبوط يقوم بالعرقلة وبالتالي فيها بطاقة صفراء على حارس المرمى أسامة بنبوط. Sur ce ballon avec Soumana, la retombée du ballon. Et M. Chabala dit qu'il y a faute. Le Bouffliga, donc plutôt Salem, pardon.
عقدا من التسجيل ويريد ذلك لأن الحاج بوغاش حاضر أو ليس فعلا على الجهة اليسرى. الحاج بوغاش وسومانا وأكستر جالا أنفاس هو التدخل عليه من بوشهر